السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئتكم بخبر حزين، وهو عبارة عن وفاة الشاب عز الدين، ربي يرحمه ويوسع عليه. توفي مساء الأربعاء الفنان المعروف الشاب عز الدين عن عمر يناهز 44 سنة بالمستشفى الأختان باج في حي بن سونا بولاية شلف على إثر إصابته بسكتة قلبية. نطلب من الله أن يرحمه ويوسع مدخله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.